الابيض. خلونا نرجع تاني للوصفه بتاعتنا للتخسيس، وهي الخمس مفردات: الشاي الاخضر والنعناع الاخضر والجنزبيل الاخضر والكمون والقرفه بكميات متساويه. لو ما لقيناش نعناع اخضر او لم نستطع الحصول على الجنزبيل الاخضر، ممكن ان احنا نستخدمهم من المجفف، ما فيش مشكله معانا، بكميات متساويه او معلقه من كل نوع، معلقه صغيره من كل نوع على كوب من الماء، هتغلى لمدة 10 دقائق ثم هتشرب. اللي ما عندوش مشاكل في المعدة هيشرب قبل الأكل مباشرة، اللي فيه مشكلة معنا في المعدة أو زيادة حموضة هتشرب بعد الأكل. خلوني أكمل الوصفة الثانية بعد الاتصالات بتاعت حضراتكم. السلام عليكم.